خلينا نبلش معناته في أول جزء معنا. انتبهوا منيح على السن. So identify the tooth on the screen. انتبهوا منيح للسنة. Countdown. Okay. So عندنا major problem بهذا السؤال. طيب خلينا معناته نشوف الموضوع later on. ننتقل للسؤال اللي بعد. أول شيء نشوف مين ال leader. اوكي سو رنيم ابدعتي يا رنيم، كنتي اسرع واحده بالجواب. اوكي تمام، يلا نيكست كويستشن. او ليش هيك طلع معنا؟ طيب نرجع لورا. ترينج والله. هنشوف اول كمان سؤال. اوبس ويت يا جماعة، في إشي خطأ صار. تمام هوبفولي إنه الخطأ تمام. يلا بليز identify the tooth on the screen، كتير مهم تنتبهوا. Countdown. Okay, أحسن. تمام. نشوف مين الليدر بورد. So I think Dina كنتي الفاستست وبعدين أوس وغدير. Okay. Great job. خلينا ننتقل للسنة اللي بعده. Okay. So identify the tooth on the screen. انتبهوا لكل الديتيلز بالصورة. Countdown. Okay. تمام. نشوف مين كان أحسن واحد.
مش أحسن واحد، أسرع واحد، كل مناح. غدير أبدعتي. طيب نكمل. ننتبهوا منيح. وانتبهوا منيح للخيارات الموجودة عندكم. كاونت داون. اوكي، ليدر بورد، نشوف مين كان. رنيم مرة ثانية. اوكي تمام، اعتقد هلا اخر كويسشن اللي جاوبناه صح بالأول. هلأ بعد ما جاوبنا كل شيء مفروض يصير، ما بعرف إذا هو رتبها مرة تانية. I think هلأ رنيم أنت يعني فزتي بعد كل هذا الحكي. تمام، great job رنيم. Okay so هلأ بدنا نرجع نعمل الديسكشن تبعنا مع بعض ونفكر ليش هيك كانت الإجابات. خليني بس أطلع من هون. أوكي أوكي تمام، نرجع نعمل شير. للسكرين. So السؤال الأول كان عنا لحظة شوي خليني أعرف عشان نعمل يا جماعة بس عشان أعرف أطلع أسماءكم عشان stop presenting. طيب مين بده يبلش معنا أول سلايد؟ عشان صراحة مش لسبب ما مش قادرة أشوفكم وأنا عم بعمل البرزنتيشن. فمين بده يبلش معنا أول سلايد وبعدين بنرجع؟ مين بحب يعمل معنا أول سلايد يبلش؟ يا جماعة رنيم بتحب تبلشي؟ مين بده يساعدني نعمل مع بعض الديسكشن؟ يلا أول حدا. We can't unmute. Yes you cannot unmute بالضبط. ف بدي اياكم to raise hand عشان اقدر اعمل لكم unmute، فعشان هيك عم بقول لكم بس raise hand لو سمحتوا. في حدا عم بعمل raise hand اشي؟ يلا عمر شو رأيك تبلش انت عشان تشجع الكل؟ تعمل raise hand عمر.
آه نبيلة، دائما نبيلة. طيب جربي هلأ اعملي أن ميوت نبيلة لو سمحتي. تمام دكتورة. آه نبيلة كيف؟ هلأ نبيلة يس. تمام شكرا. دائما أنت دائما هيك داعمة يا نبيلة أنت. Thank you. أوكي طيب خلينا نعمل هيك هلأ مع بعض. أرجع أعمل شير سكرين معكم. تمام اوكي. سو نبيلة نبلش مع اول توث اللي هو كان هذا التوث مزبوط. يس اوكي اجين نعمل ستيب باي ستيب. كيف فكرنا مع بعض نحكي احنا هلا الهدف من الريفيجن اليوم مش بالضبط نراجع كل الديتيلز اللي اخذناها بمحاضرات المولرز بقدر ما هو انه نعرف كيف نفكر وعايش نتطلع. تمام yes. فهلا انا عندي هذا التوث اجى بالامتحان. اول شيء بدي افكر فيه نبيلة شو قلنا دائما the first thing you have to ايش group التوث انه ايش ال number of cusps. لحظه اول شيء اول شيء متذكره لما حكينا بال premolars بال anterior teeth شو كنا نسال اول سؤال is this what is it maxillary or mandibular or like anterior or anterior or posterior. perfect فكنا yes. نسال anterior or posterior. نيكست هلا شو كنا نعمل لحظه شوي لحظه يا نبيله بس بدي احاول هيك تساعدوني. طيب هلا نبيله فبنسال حالنا هذا anterior ولا posterior tooth مزبوط كلامك. طيب هلا كيف بدنا نعرف كيف بدي اعرف هذا anterior ولا posterior tooth هيك اول تفكير لازم اسال حالي anterior ولا posterior tooth عشان يعني to narrow الاسنان اللي بدي افكر فيها مزبوط. yes هسه yes. I have cusps فانه اكيد حيكون posterior since I have what I'm sorry ما سمعتها more than one cusp صح so it's posterior and the outline صح it's posterior tooth مزبوط 100% yes that's correct وانت عندك occlusal aspect صح occlusal surface فانت عم تحكي عن posterior tooth very good okay. next question بتروحي تسألي نفسك قبل هلا okay. سألتي حالك this is what عرفتي انه posterior tooth هلا posterior tooth ممكن يكون ايش او ايش it could be premolars او molar احسنتي طيب Okay, now since I have إنه أكتر من cusp and I can see إنه في أكتر من root كمان والoutline as well would help فإنه راح أحكي molar yes. وعندي cusp so it's like obvious إنه حيكون molar. نعم صح 100% هلا ال important thing إنه what characterizes the molars إنه they have عادة they have two cusps or more من ال buccal aspect صح؟ yes طيب هلا واحد ممكن يقول طب دكتوره ما هو في احنا حكينا بريمولر توث فيه 3 كاسبس اها كيف بنقدر نجاوب الشخص اللي بيقول لنا هيك يعني واحد بيقول يعني اذا انا جاوبت شخص بقول له ما انا عندي اكثر من 2 كاسبس فاكيد هذا مولر فبيجي واحد بيقول لي دكتوره ما هو احنا عندنا بريمولر فيه 3 كاسبس ليش ما فكرتي انه ممكن يكون بريمولر ممكن انه I can count the cusps انه مبينين اصلا انه اكثر من 3 بس انه اكيد ما حيكون premolar صح هذا this is correct اكيد 100% زي ما حكيتي صح هذه واحده من الاشياء. طيب بدي اسالك نبيله لو كان عندي مرات اذا بتتذكري حكينا انه sometimes بالmandibular sorry بالmaxillary second molars ممكن يكون في عندي 3 cusps صح طب معناته هيك رح يتخربط اللي انا قلت له هاي المعلومه انه يعني more than two cusps ما هو في عندنا المانديبولر سكند premolars ممكن يكون في عندنا 3 cusps sometimes طب yeah. ايش الاشي اللي هو لازم ينتبه عليه انه بالمانديبولر سكند premolars وين الاكسترا كسب بيكون بالمانديبولر سكند premolar وين كان الاكسترا كسب كان بوكالي ولا لينجوالي I would say اللينجوالي صح لينجوالي كان مزبوط بكل البريمولرز نبيله وكل زملاء نبيله بكل البريمولرز ما عمرنا حكينا عن بريمولر في عنده اكثر من 1 كسب بوكالي صح يس فاذا انا شفت عندي 2 كسبس بوكالي ايميديتلي شو راح افكر عندي شو
in a molar. Molar tooth. That's yes. correct. Great, Nabil. Okay. Yes. تمام. تمام. Are you stressed out بالنقاش ولا you are okay? No, I'm fine. تمام. Okay. خلينا نروح هلا نكمل. أنا I decided إنه هذا is a posterior tooth. بعدين رحت تأكدت أكتر إنه هذا molar tooth. بعدين هلا صرت أنا متحيرة. هذا maxillary ولا mandibular molar؟ صح؟ مهم جدا هلا next step أعرف أدم بدي عشان أعرف أفكر بالtype. So this is a maxillary ولا mandibular؟ شو رأيك نبيلة؟ Together. Let's think يعني loudly. I have five cusps, فإنه أكيد حيكون يا أما mandibular first أو molar أو maxillary first molar. تمام. إذا أوكي أنا بدي أمشي معك صح. إذا بدي أفكر بعدد الكسبس الموجودين أنا بدي أفكر إنه ممكن يكون maxillary first molar أو mandibular first molar. Perfect. بس في أشياء تانية كمان بتخليني أقول لا أكيد هذا مش إيش. مش ماندبيلر بالضبط. ايش الاشي اللي خلاك تحكي لا اكيد مش ماندبيلر؟ ممكن الاوتلاين والدايمنشنز اوف ذا اوكلوزال اسبيكت. الاوتلاين والدايمنشن صح، برافو عليكي. ليش بالماندبيلر بالماكسيلري مولر ايش بيكون التوث ايش ماله؟ وين الجريتر دايمنشن اكثر؟ فيشيو لينجوالي اكثر من ميزو ديستالي. ذاتس رايت صح. وبينما يس ذاتس كوريكت فيري جود Thank you. So the opposite موجود وين؟ بالmandibular first molar teeth. بالmandibular first molar teeth يعني بيكون more like جاي على شكل نحكي rectangle يعني نحكي أو rectangular in shape على شكل مستطيل، فهو بيكون wider slightly mesiodistally okay و narrower facial-lingually. هذا بالmandibular. التوث اللي مبين عندي واضح جدا إنه هو wider facial-lingually and narrower ميزيودستالي، فهذا خلاني أفكر إنه أنا عم بحكي عن ماكسيلري مولر. بيرفكت. طيب في إشيين كمان تانين لما شفتهم قلت حالي أكيد شكلي ما عم بحكي عن مانديبيلر توث. إيش هو؟ نبيلة تحبي هيك أعطيك بريك ولا بدك تكملي للأخير؟ It's fine عادي. تمام يلا ما أحسنك متحمسة دائما. الله يسعدك يا نبيلة. شكرا دكتور. Can you say the question again, please? إنه كيف؟ سوري نبيلة ما سمعتك. تقدر تعلي صوتك شوي؟ إيش question؟ إنه كيف؟ إيش other two things نحكي؟ لما بشوفهم بقول بحالي أكيد هذا maxillary مش mandibular molar، لأنه الإشي هذا مش موجود إلا بالmaxillary molars. ممكن البكل رج من ال يعني I can see من البكل aspect. اللي هو بتحكي عن الميزو بقل سيرفيكال ريدج صح؟ بس بالمانديبيلر تيث بالمولرز موجود في عنا كمان الميزو بقل سيرفيكال ريدج. طب انا بدي اشير لك على اشياء وانت قولي لي ايش هم. شو هذا؟ This is the cusp of Karabelli اللي هو Perfect. Do we have a cusp of Karabelli في المانديبيلر مولرز؟ No, we have only the distal cusp بالمانديبيلر first molar. تمام. انا ما عندي الاكسترا هذا fifth cusp موجود اللي هو الكسب اوف كارابيلي وين موجود؟ بس وين؟ بالماكسيلري فيرست مولر. يس بالماكسيلري صح مزبوط وبالفيرست مولر. بيرفكت يس يو ار كوريكت. طيب وايش الشيء الثاني كمان اللي خلاني اطلع اقول حالي ما هذا ما ببين وما بنشوفه الا ايش هذا؟ الاوبليك صح؟ الاوبليك ريدج. يس ذاتس كوريكت. الاوبليك ريدج عندي بالمانديبولار مولرز في عندي الترانسفيرس ريدج مزبوط؟ يعني two transverse ridges but I don't have oblique ridge في المانديبولار مولر تيث، وبالتالي هدول الثلاث شغلات على طول بسرعة هيك سريع okay هدول الثلاث شغلات ساعدوني على طول أعرف إنه أنا عم بحكي عن maxillary molar tooth. طيب هلأ next شو بدي أسأل حالي هذا إيش؟ إنه first أو second Perfect. molar. تمام. شو كيف هيك لما جيتي جاوبتي السؤال اكتشفتي لا اكيد هذا فيرست لانه انت جاوبتيني قبل شوي قلتي لي شيء صح لانه الفايف كاسبس والكاسب اوف كارابيلي كمان هو يعني كارابيلي يس ذاتس كوريكت. سو الكاسب اوف كارابيلي دائما بنشوفه وين؟ على اللينجوال اسبيكت وبالماكسيلري فيرست مولر صح بالماكسيلري فيرست مولر على اللينجوال اسبيكت. وين اكزاكتلي على اللينجوال اسبيكت دو يو ريمبر؟ على اي كاسب بيكون؟ على الميزيو لينجوال بيكون على الميزيو لينجوال. That's correct. Very good. هذا هو الميزيو لينجوال قصب.
بيرفكت أبدعتي. طيب هلا مثلا هاي شغلة من الشغلات. طب أنا بتذكر حكينا بالفيديو نبيلة إنه sometimes مش كل ال maxillary first molar teeth they يعني they present مع الكسب of كارابيلي، يعني بعضهم ما في كسب of كارابيلي إذا متذكرين حكينا صح؟ وقلنا بعضهم بيكون في depression محل الكسب of كارابيلي. طيب how am I going to distinguish إنه هذا maxillary first مش maxillary second molar؟ شو إشي بيساعدني كمان؟ What do you remember لما قارنا بين الف بين الف maxillary first مع second مع third؟ كنا نحكي إيش يعني إشي عن الأسنان as we move on من ال first اتجاه ال third شو بيصير؟ size yes بيصير عندي size إيش ماله بيزيد ولا بيقل بيصير smaller؟ smaller بيصير صح. الأكبر قدر من ال first molar perfect yes it will be يعني larger in size مظبوط yes very good. طيب و إيش بالنسبة ل إذا بطلع على الأوتلاين الموجود عندي في عندكم صورة أعتقد بالموجودة عندكم بالبي دي إف اللي بعثت لكم إياه الأوتلاين تبعنا بالماكسيلري سكند مولر إذا بطلع على الزاوية هاي اللي هي الديستوبكال وإذا بطلع على الميزيوبكال عفوا وإذا بطلع على الديستو لينجوال بتكون مور شارب هاي الزاوية تمام وين هذا الحكي بيكون شاربر أكتر؟ بالماكسيلري سكند مولر، أوكي؟ سو هذه كمان واحدة من الشغلات اللي بتساعدني. طيب دكتورة كيف بدي أعرف؟ كيف بدي أميز؟ ما أنا مش حافظة قديش هذا، هل هذا حجمه كبير ولا حجمه صغير؟ ما إحنا زي ما اتفقنا ما بيكفي نشوف بس سن واحد. You need to practice لحالكم، تتفرجوا على صور موجودة بالكتاب عندكم، تتفرجوا أونلاين، تحاولوا تجيبوا natural teeth، ما بعرف هلأ مع الكورونا كيف الوضع، بس قدر الإمكان you have to expose yourself لأكبر عدد ممكن من الصور لتتعودوا، تمام؟ طيب، perfect. هلأ هيك طيب أنا كيف بدي أعرف هذا right ولا left نبيلة؟ هلأ في like I saw different ways بس إنه في many different ways yes you are right احكي لي إياهم يلا. هلا أنا يعني أكتر إشي بجعب بسويها إنه I look at the lingual aspect وبحدد distal aspect distal aspect exactly أو إنه وين رايح على distal لو كان right then it's right ولو كان left then it's left. أنت بتحبي فهمت عليكي تمام بس أنا سؤالي كان نبيلة إيش الإشي اللي ساعدك تعرفي مثلا إنه هذا الأسبكت ميزيال وهذا الأسبكت distal فرضا إيش ال features صح لازم يكون في anatomic features شفتيها قلتي for sure هذا هو الميزيال side وهذا هو ال distal side. هلا بعرف انه الكسب اوف كارابيلي حيكون على الميزيولينجوال على الميزيولينجوال اكزاكتلي فحيكون على الميزيال اسبيكت بيرفكت انا يعني نبيله شافت هنا كسب اوف كارابيلي تذكرت دائما موجود على الميزيولينجوال كسب معناته هذا الميزيال اسبيكت فيري جود. شغله ثانيه اذا ما في كسب اوف كارابيلي ايش بدي اعمل؟ انه الميزيال كسبس يوجوالي الميزيال ديستال دايمنشن تبعهم اكبر من الديستال كسبس يا اللي هو مين أكبر كسب بيكون مبين عندي بهذا التوث بالماكسيلري فيرست مولر توث مين أكبر كسب؟ I think the mesiobuccal طلعي البوينتر عايشة it's the mesiolingual so هو الميزيولينجوال is the largest كسب عندي تمام؟ فأنا شو بعمل صراحة أحكي لكم أنا لما بطلع إذا ما لقيت كسب of كارابيلي على طول بطلع وين أكبر كسب اللي هو الميزيولينجوال بدور على أكبر كسب من الكسب اللي مبينين عندي وبقول بحالي أوكي معناته هذا هو الميزيولينجوال أوكي خلص بيّن كل شيء هذا اللينجوال أسبكت هذا البكل أسبكت هذا الميزيال سايد تمام؟ إذا هذا بعد الميزيولينجوال مين بيجي إن سايز؟ سوري الميزيولينجوال then ميزيوبكل then yes and then then distobuccal then distolingual and then carabelli cusp of carabelli صح distobuccal بعدين distolingual بعدين cusp of carabelli أبدعتي so this tooth هلا صفى معنا ايش maxillary first molar ولسه ما حددنا if it's right or left او انه انا فكرت انه حددنا يلا ما انت قلتي لي هذا الميزيال وهذا الديستال حيكون left شوي شوي جربي تحطي هلا تذكري this is the buccal aspect this is the lingual aspect or the palatal aspect لو قلبت السن هيك صح يعني قعدته صح بالاناتوميك بوزيشن وضل هذا الميزيال سايد وهذا الديستال سايد معناته حتى يطلع بالكوادرنت الصح وين بده يكون it's right صح
So this is the maxillary right first molar tooth. وهيك هذا التوث نكتبه بالFDI واليونيفرسال والبالمر زيجموندي. Okay? Very good نبيلة. Thank you. أنا دائما بستمتع بالحديث معك. بالريفيجن. شكرا. طيب خلينا نشوف مين كمان حدا تاني بيحب يشاركنا. بس can you please raise hands. بس كمان أنا أطلع من الشاشة اللي عندي عشان أعرف أختار حدا. هي شوي. طلعني. تمام عشان نختار حدا يشاركنا. طيب في حدا raising hand غير نبيلة؟ في حدا شجاع كفاية to raise hand يا جماعة؟ تمام رنيم. لا بط رنيم وأحمد خطأ. تمام رنيم وأحمد خليكم معي. رنيم حبدأ معك. Can you unmute yourself رنيم؟ Yes دكتورة. Okay perfect thank you لأنك شاركتي. تمام هلا بنرجع مرة تانية. Okay بس بدي قبل ما نروح please لاحظوا هذا الجدول بيقارن ال first molars مع ال second maxillary first مع ال maxillary second molar. Okay وهذا موجود الجدول عندكم بالمنصة أعتقد بالسكشن تبع المساق حطيت لكم إياه وبيقارن لكم إياه من الأوكلوزال فيو إيش تطلعوا عشان كيف تميزوا الماكسيلري فيرست من السكند. الجدول كتير مفيد بنصحكم ترجعوا للجداول كتير عملية مش بس كتابة وجمل لا أشياء منطقية بتتفرجوا عليها وبتشوفوها بالصور. طيب يلا يا رنيم خلينا رنيم أنت اللي طشتي ولا لا ولا حدا تاني؟ لا مو أنا. مو انت يا الله سمعة يلا منيحة سمعة منيحة. طيب يا رنين خلينا to identify هذا التوث اللي عندنا. يا رنين اوكي هلا مبدئيا شو اول question لازم نسأل حالنا is it anterior or posterior tooth. تمام اوكي so it's posterior tooth. مزبوط احنا ماشيين صح. ليش حكيتي posterior؟ اتطلعت مبدئيا على الكراون اوت لاين يعني التوث اوت لاين كامل مبين انه posterior tooth. وايش كمان ايش عم باشر لك الكاسبس. كم كاسب عندي؟ اتس 5 تقريبا 4 4 اوكي شوي. هو هذا التوث مش بيرفكت مش ايديال شكله بس تقريبا هذا الواحد 2 وهي 3 وهي 4 اوكي طيب that's good. هلا so انت شفتي في عندك اثنين اكثر من نحكي more than one cusp معناته لا عم تحكي لا عن canine ولا عن incisal to be anterior اللي هو بالincisal معناته بنحكي عن posterior tooth. next question يا رنيم الclass of tooth هلا قلنا posterior فهو premolar or molar. perfect okay فايش كان هذا molar. هذا مولر تو صح لانه مش ريفيجن عندنا اليوم بس لانه ايش هلا هنا عندك الشكل شكله من يعني هلا المولر بيكون البريمولر غير والنمبر اوف كاسبس كمان بيكون اقل. بيرفكت هلا لحظه شوي النمبر اوف كاسبس في واحد ممكن يقول لي زي ما حكينا انا ونبيله قبل شوي انه في حدا ممكن يحكي لنا طيب ما هو في عندنا mandibular second premolar tricuspid يعني في 3 cusps. طب كيف اذا طلع عندي 3 cusps كيف بدي اقنع الشخص لا ما هو اكيد هذا مش mandibular second premolar لانه في عندي 2 cusps من البكال aspect من البكال aspect. هلا انا حاطه بس اوضح الموضوع احنا we are looking at which aspect هلا هون البكال aspect هاد. لا طلعي شو انا مغششك بالامتحان يعني كذا انا اوكي فانا حاطه لكم بغششكم شوفوا حتى بكون مرات مغششه ويعني مرات بتروح عن الواحد صح. طيب سورانيم انا حاطه انه هذا اللينجوال اسبيكت سو وي ار لوكينج ات ذا توث من اللينجوال اسبيكت بس ستيل انا بقدر اشوف الاذر كاسبس مزبوط ممكن انا مايل السن شوي الكاسبس شورتر وبالتالي بقدر اشوف البكل كاسبس. كم كاسب عندي بكلي؟ 2 طيب بسأل نفسي هلا البريمولرز كم كسب بيكون في بكلي عنده؟ بريمولر 1 دائما 1 عمرنا اخذنا بريمولر في 2 كسبس؟ نو نو
خلاص ما دام شفته كسبس بكلي، اذا انا most likely انا عم بحكي عن المولر. Yes, very good. طيب next question هلا بدي اسال حالي is this what رنيم؟ maxillary or mandibular. Perfect. طيب شو خلاكي تقتنعي انه هذا ايش؟ انت اول شيء ايش مقتنعه هذا ايش، maxillary ولا mandibular؟ اسالك mandibular. اوكي very good. طيب mandibular ايش خلاكي تقتنعي انه هذا mandibular tooth؟ ايش اشي قال لك اب؟ طيب واضح ما هذا لانه عنده، هلا انت دائما بتقولي لنا لا تطلعوا على الروت، بس انا تفرجت على الروت اول شيء. عجبني جوابك، هو صح فعلا، بس كنت بدي اقول لك انه في الاكسبشن وين ما نطلع على الروت، وين الاكسبشن وين بده يكون؟ رنيم مش عارفه بس انا شفت الروت. لا صح 100% يعني okay. كان الجواب كان انه مش يعني حاولوا دائما ما تطلعوا على الروت بال anterior teeth وبالpremolars اوكي لكن بالmolars كثير تطلعوا على الروت، بيساعد كثير الروت نميز اوكي تمام اوكي تمام بيساعد، لكن دائما بقدر الروت يخليني اميز دائما لحاله لا، ولكن عامل مساعد لما يكون الروتس ار يعني well separated ومش fused، لانه sometimes احنا حكينا الروتس they fuse sometimes the roots they are fused وبصير صعب علي اميز كم روت اصلا هذا التوث له، لكن اذا كانت الروتس separated ونوت fused كتير سهل علي اميز وبيساعدني اعرف هذا التوث ايش maxillary ولا mandibular. so انت قلتي لي انه هذا mandibular tooth ولانك اطلعتي على الروتس، كيف عرفتي انه هو من الروتس؟ عرفتي انه mandibular ليش يا رنيم؟ صح كلامك ليش؟ الماكسيلاري توث عندهم 3 روتس. That's correct. المانديبولار عندهم 2 روتس. أبدعتي. فشفتي 2 روتس فقلتي أنا most likely، لاحظوا إنه بحكي most likely، طب ليش ما حكيت 100%؟ لأنه زي ما قلنا متذكرين لما قلنا when we want to identify someone ماشي، إذا متذكرين قلنا دائما بنطلع على كل الفيتشرز مش بس فيتشر واحدة صح؟ مظبوط؟ so أنا زي كيف شو بيحكوا له بيحكوا معي. زي كيف الواحد بيكون محقق يعني بيحاول بده يشوف كل الأدلة، هل كل الأدلة بتصب بهذا الاتجاه بهذا الفيتشرز تبعت هذا التوث ولا لا؟ اوكي سو ذاتس جود. سو انت شفتي تو روتس فقلتي هذا مانديبولار، ايش شيء ثاني كمان هيك كمان مهم؟ هو صراحة مهم بس بجوز مش كتير بيظهر بهذا الاسبكت، خليني اكون اوضح من هيك، يعني لانه عندي هذا الاسبكت الشيء اللي كثير ساعدني فيه اللي هو الروتس، عدد الروتس. لو كنت انا مبينت لك البروكسيمال اسبكت رنين شو كان طلعتي على ايش؟ قلتي لاحظي البروكسيمال اسبكت كانت طلعتي ايش؟ ايش حكينا بالبريمولرز؟ ايش الشيء بيساعدني اعرف هذا ماكسيلاري ولا مانديبولار من البروكسيمال اسبكت؟ متذكري لما حكينا إذا كان الـ crown centered over the root أو لا؟ Yes. So this is طبعاً again مرة تانية بوضح اللي عم بحكي عنه إنه الـ crown centered over the root or slightly lingually tilted، هذا ما بشوفه من الـ lingual aspect، هذا بشوفه لما يكون proximal aspect بيساعدني أميز. Is that clear؟ Okay. Yes. طيب هلا next question is this a maxillary first or second؟ رنين ايش اجى ببالك؟ It's a second molar. صح، ليه حكيتي second؟ هلا برضه تفرجت على الروتس، الروتس بيجوا عندي هون is less spread عن بعضهم، بيجوا هيك زي رعب. Yes, very good. Okay, so واحدة من الشغلات انه انت طلعتي الروتس كانوا divergent or يعني convergent or يعني نحكي more or less كانوا widely separated ولا كانوا more or less نحكي parallel أكتر وكانوا more نحكي أقرب لأنهم يعملوا to be fused أكتر. فبالتالي أنت حسيتي الروتس هذول إيش مالهم أو إيش لاحظتي الروتس هذول إيش مالهم widely يعني نحكي divergent ولا لا مش divergent؟ وبالتالي قلتي most likely هذا second. طب إيش في إشي تاني كمان من الأوكلوزال aspect؟ هلا also احنا عندنا في المانديبولار first molar المفروض بس مو كتير واضح، المفروض يكون في عندك 5 cusps من المانديبولار
first molar. نعم. هو الديستال كسب. نعم. هلا إحنا هون عندنا كم كسب حكينا؟ four. four. وبالتالي لما طلعت هيك قلت لحالي معناته most likely أنا عم بحكي صار طلعت على أكثر من شغلة، طلعتي على الروتس، طلعتي على الكراون، على ال number of the cusps، فقلتي most likely أنا عم بحكي عن mandibular second molar. طيب كيف بدك تحددي هذا right ولا left؟ هلا الروت رايح toward the distal aspect. برافو عليكي. يعني الروت فهذا right. بيرفكت صح. هلا لاحظوا انه الروت اذا ملاحظين مش جاي ستريت هيك، ملاحظين الروت رايح الديستال روت رايح باتجاه الديستال اسبيكت ديستالي انكلايند. نفس الشيء الميديال عامل كيرفتشر هون باتجاه الديستال اسبيكت. فلما اطلع على الانكلينيشن اوف ذا روت رايح باتجاه معين بتذكر انه بالمانديبولار مولرز بيكون الروتس دي ار ديستالي انكلايند رايحه باتجاه الديستال اسبيكت. اذا هذا الديستال اسبيكت معناته موست لايكلي هذا الميزيال اسبيكت. شيء ثاني كمان بيخليني افكر اكثر انه هذا الميزيال اسبيكت وهذا الديستال اسبيكت. ايش في عندي شيء هون واضح يا رنيم؟ شيء واضح رنيم اساعدك. اوكلوزو الأكلوزو سيرفيكال دايمنشن هون والأكلوزو سيرفيكال دايمنشن هون وين أكتر؟ واحد ولا اثنين؟ المسافة من هون لعند السيرفيكال لاين والمسافة من هون لعند السيرفيكال لاين وين بتحسيها أكتر مبينه؟ من الميزيال أسبكت؟ نعم من الميزيال أسبكت من هون صح؟ وبالتالي احنا متذكر لما حكينا ولما حكينا عن المولرز اذا بتتذكروا قلنا انه الاوكلوزو سيرفيكال دايمنشن ميزيالي از جريتر ذان الاوكلوزو سيرفيكال دايمنشن من الديستال اسبيكت. فاذا شفت في جهه واضحه انها لونجر ذان ذا اذر وان بشك بقول لحالي موست لايكلي هاي الميزيال وهاي الديستال، بس ما بعتمد عليها لوحدها، بدي اطلع على اذر فيتشرز كمان تساعدني اقرر. بيرفكت رنيم. طيب بناء على ايش وصفى معك اذا هذا الميزيال وهذا الديستال؟ بس بديك تديري بالك بهذا السؤال، بعتبره هذا السؤال هيك يعني بيكون حتى تريكي. يعني ليش؟ شو بدك تعملي اول شيء؟ هلا انا علشان احدد هو رايت ولا ليفت بتخيل هو يعني بس احدد الميزيال والديستال اسبيكت انا بتخيل مكان التوث. تمام تخيلي مكانه، بس انتبهي انه هذا التوث انا برجيك اياه من اللينجوال اسبيكت، هذا اللي بدي احكي لك اياه، هذا التريكي تريكي بارت فيه. اها فمعناته اول شيء بدك هذا لف. اها بدك تلف السكن عشان يكون البكل لعنا صح؟ تمام بصفى هذا التوث ايش؟ لفت صح. لا سوري خطا، لا خطا لفت. انا كاتبه خطا بس انت اللي جاوبتي صح. تمام so this is sorry يا جماعة أنا كاتبه هون خطأ. so this is the mandibular left second molar. لا تنسوا شكلي وأنا عم بجاوب كمان خربشت، هذا عنا lingual aspect وهذا البكل aspect وهذا الميزيال وهذا الديستال. هلا أول إشي حتى أقرر بدي I have to flip the tooth يعني أقلبه بحيث يصير البكل aspect عندي أوكي، وبعدين بدي أحط هاي البكل aspect لفيت وصار الميزيال سايد هون والديستال سايد هون. إذا الميزيال سايد هون ما رح يزبط إلا إني أحطه وين؟ باللور ليفت كوادرنت، فهذا لازم نزبطه. Again الجواب الصحيح مش هيك، mandibular left second molar. أوكي؟ واضح؟ Thank you رنيم. أوكي؟ فما بدي أورجيكم الأرقام اللي هون لأنه بتكون هلا هيك غلط اللي حطيتها. وهذا هون الجدول اللي حكيت لكم عنه بقارن ما بين المانديبولر فيرست والسكند مولرز من اللينجوال فيو. again go through this table it's very useful. thank you رنيم كتير. خليني هلا نشوف نختار مين كان رافع ايده عشان يشارك معنا. رنيم خلصت. مين كان ما في حدا raising hands يا جماعة؟ مين معنا؟ يلا مين بده يشاركني باخر تو اخر كمان توث عشان نلحق. يلا يا جماعه ما في حدا ريزنج هاندز. يلا ايوه يا يا اماره صح. انميوت يور سيلف بليز.
Yes, doctor. Thank you. صح حكيت اسمك؟ ما سمعت الصراحة. أقطع. أقطع تمام. أمارة ولا لا؟ أمارة صح. أمارة تمام. أوكي great. Thank you أمارة. طيب خلينا نرجع. واضح الشاشة لكم صح؟ تمام. أوكي so again هلا بدنا نشوف هذا التوث ونقرر مع بعض إيش هذا السن مع بعض نفكر. أوكي أمارة صوت عالي. So أول سؤال رح أسأل حالي إنه this is what posterior ولا anterior. perfect. فأنتي أول ما شفتي قلتي هذا most likely إيش posterior. هذا most likely posterior tooth لأنه لأنه الروتس أول إشي كمان number of cusps. أنتي شايفة number of cusps. كم cusp شايفة أمارة؟ أنا شايفتهم بس four أبدعتي. أوكي صح. هذا وهذا وهذا وعندنا اليوم. perfect. طيب وكم root شايفة يا أمارة؟ two roots. are you sure؟ يا حس ال طلعي أمارة. this is one. بعدين هذا root. أنا شايفة two lines أمارة. أنت شايفة زي صراحة هو مش perfect الصورة. أنا sorry بس بحاول أخلي صور منيحة للامتحانات. الصور هيك اللي مش واضحة بجيب لكم إياها هيك بالquizzes هذولا. so أنا شايفة two lines. أنت شايفة زي two lines ولا لا أمارة؟ شايفة هون line واحد بعدين شايفة line تاني شايفيته؟ أوكي. فكنت متخيلة إنه هذا يعني وضح حاله إنه من هذا الأسبكت أنا شايفة في عندي كم root؟ two roots هون one root هون معناته totally كم root؟ three roots. أوكي. فلما حكينا three roots قلتي يعني قلتي most likely أنا ما عم بحكي عن أصلاً عندي cusps more عندي يعني نحكي multiple cusps في عندي three roots فقلتي أكيد مش anterior شطبتي بعدين قلتي هذا maxillary سوري هذا molar ولا premolar رحتي كمان حكيتي مباشرة وأنت مغمضة قلتي إنه هذا molar ليه؟ لأنه the number of cusps أول إشي و three roots فأكيد هذا maxillary molar. صح. النمبر اوف كاسبس مين اللي حكى لك النمبر اوف كاسبس مولر البكال كاسبس ولا اللينجوال كاسبس؟ البكال اكيد لانهم اكثر من تنين لانه كل البري مولرز كم بكال كاسب بيكون عندهم واحد بلا استثناء واحد دائما. اوكي سو التغيير بيكون بالبري مولرز اذا بده يصير اي تغيير بيكون باللينجوال كاسبس. سو هينا خلصنا بسرعه هذا الجزئين ضل الجزء اللي هو بيحكي لنا از ذس ا ماكسيلري اور ا مانديبولر يا اماره فأنتي بسرعة قدرتي إنه this is a maxillary ليه يا أمارة؟ من الروتس. so I have how many roots؟ قلنا three roots. بالمانديبولر كم root عنا؟ two roots. بتقدري تحكي لي هدول الروتس شو أسمائهم أمارة متذكرة؟ so this is what. هون في عندي root واحد هون two roots. this is what. هذا ال palatal I guess. palatal أو اللينجوال صح 100% and this one is what. distal. Are you sure? Distal or mesial? هيك سميناهم. صراحة I forget شوي. It's okay. مش مشكلة. بس إيش حكينا؟ قلنا لأنهم الاثنين من البكل أمارة. صح في عندي واحد distal واحد mesial. بس لأنهم بكلي الاثنين فعرفناهم. فقلنا واحد is called distal buccal. واحد is called mesio. mesio buccal. عشان أتذكر إنه هدول من البكل aspect. صح؟ تمام. فهلا صرتي عارفة إنه عم تحكي عن maxillary molar tooth. طيب next هلا بدك تعرفي هذا maxillary first or second. I guess إنه second. You guess إنه second. أنا I guess إنه هو إيش؟ لا first لأنه الroots جايين بعاد عن بعض. Yes. Roots are divergent. مش convergent. widely separated. yes and this is very important يا جماعة. طبعا هلا واحد بيقول لي طب دكتورة كيف بدنا نميز انه هذول divergent ومش convergent و و و بدنا نطلع على صور كتير روتس عشان نعرف الفرق شو يعني لما يكون divergent متباعد الروتس وشو يعني لما يكون متقاربين على بعض اكثر او كانهم they are fusing towards each other okay or fusing with each other. طيب هذه يعني واحدة من الاشياء اللي حكينا عنها. فبالتالي انت حكيتي شفتي الروتس دي ار دايفرجنت قلتي هذه موست لايكلي عم بحكي عن الماكسيلري فيرست مولر. طيب وايش كمان عندك شيء ثاني؟ ااا
I don't know صراحة، حاسة إنه خلص إنه عرفته. حاسة إنك عرفتي آه؟ هلا it's more likely إنه هذا مش من الميزيال aspect، من الديستال aspect. This is very important. Yes, you are correct. صح؟ Yes, that's correct. نطلع إحنا من الديستال aspect. لو كنت أنا حاطة، ليش حكيتي إنه نطلع من الديستال aspect؟ لأنه الكسب الكسب نمبر 5 مو مبينة، ما بتكون مبينة من الديستال aspect. بالضبط. طب لا، وإيش كمان إشي ساعدك تعرفي إنه هذا distal aspect مش ميزيال aspect؟ You are looking at the distal not the mesial aspect. What helped you to distal root؟ لأنه شفنا الميزيوبكر root منه في distal root. Yes, that's correct. Perfect. واحدة من الأشياء اللي حكيناها كان إيش عنا؟ إنه زي ما أنت حكيتي ال mean wider نحكي facial-lingually أكثر، الديستوبكل ولا الميزيوبكل؟ الميزيوبكل. لو كنا بنطلع من الميزيال aspect كان كنا رح نشوف كم روت بالضبط؟ Just two. كنا رح نشوف الميزيوبكل والpalatal one. بالضبط، كنا رح نشوف only two roots. That's correct. طيب، وكيف بدك تعرفي يعني if this is the right or the left عزيزتي؟ هلا انت already ايش الاشي اللي هلا كنا نركز عليه انا وياكي؟ roots، انه البالاتال بتكون lingual والبكل بيكون انه هاد تو روت. ما فهمت عليكي، سوري مره ثانيه قطع الخط شوي. هلا التو روت اللي بيكونوا بكلي، اما البالاتال بيكون lingually. البالاتال بيكون لينجوالي توث. صح مزبوط، بس هلا كيف بدك تعرفي انه انت هذا التوث ايش، رايت ولا ليفت؟ ايش اشي بدك تحددي انه هذا ديستال ولا ميزيال؟ قبل شوي حكينا انا وياكي رنيم هذا ديستال. هذا الديستال يس، لانه حكينا عن لانه انا من هذا الاسبكت اي كان سي هاو ماني روتس، ذا 3 روتس صح؟ يس 2 من البكل اند 1 من البالاتال. سو يو ار تيلينج مي ذس، هذا الاشي قبل شوي. تمام اوكي يا ذاتس كوريكت. وبالتالي هذا الديستال اسبكت لو بدي احط التوث صح بالاناتوميك بوزيشن معناته انا بدي اكون ايش؟ ليفت يكون، بده يكون الماكسيلري ليفت فيرست مولر. يس ذاتس كوريكت. اوكي اوكي اوكي، وهذا بالنوتيشن سيستم. ثانك يو فيري ماتش اماره، يور ويلكم. شوف مين معنا كمان هلا، ضل في حدا ريز هاند غير اماره. Thank you Amara. مين حدا غير Amara بقدر يشارك معنا بآخر سلايد together؟ سهل آخر سلايد. يلا يا جماعة ضل 10 minutes عشان نخلص. يلا في حدا raised hand. عبد العزيز يلا أهلا. يلا unmute yourself please. أنت كلامك يا دكتورة. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك دكتورة. تمام، يلا خلينا نكمل هلا آخر توث together. تمام. Again هلا نفس بدنا نفكر مع بعض بصوت عالي عبد العزيز، أوكي؟ تمام. تمام، يلا هلا معناته أول سؤال رح أسأل حالي. أول سؤال بدنا نسأل حالي عنده هذا posterior ولا anterior tooth؟ تمام، so. فهلا حيكون posterior teeth لانه more than 3 cusps مبين عندي انا هلا. اوكي، ف يعني عندي multiple cusps هيك بدنا نحكي. تمام. yes. وبالتالي انا ما عم بحكي عن anterior tooth، most likely posterior tooth. طيب next question ايش عبد العزيز؟ بدنا نشوف اذا mandibular ولا maxillary. لحظه قبل ما نعرف mandibular ولا maxillary ايش بدي اسال حالي؟ posterior لسه انا عم بفكر بشو بالposterior، ممكن يكون عندي احتمالين صح؟ ممكن يكون عندي premolar او molar. صح، فانت ايش بتحكي؟ هلا حيكون molar لانه من عند الاوكلوجال aspect عندي اكثر من 2 cusp. عندي اكثر من 2 cusp، عندي كم cusp؟ هلا مبين معي 5 أربعة أو لا خمسة. خمسة صح كلامك. طيب هلا 5 cusps، الفكرة إنه كيف أنت قررت إنه ليش كنت متأكد إنه مش بريمولر؟ عندك 2 lingual cusps، ليش متأكد إنه مش بريمولر؟
البري مولر بالاوكلوجال اسبكت ما بكون في اكثر من 3 كسب. بالاوكلوزال ولا بالباكال اسبكت؟ بالاوكلوزال. بالاوكلوزال صح، ما بيكون في اكثر من 3 صح. هاي 1 بوينت مضبوط. لنفترض لو كان هذا المولر في عندك فيه ثلاثة كسب. تمام. هلا كيف بدك تحكي انه لا اكيد هذا مش مولر، هذا مولر؟ ايش حكينا قبل شوي متذكر؟ البكر اسبكت بيكون بس 1 كسب للبري مولر. ايوه بالضبط. That's very important to remember. Thank you. Yes. وهلا you are talking about a molar tooth. Yes. و بدنا هلا نميز هذا maxillary ولا maxillar عبد العزيز. تمام. هلا الماكسيلري توث بيكون فيه 5 كسب بالاكلوزال، اما المانديبولر بيكون فيه 4 كسب. سو بالمانديبولر بيكون في عندي 5 كسب وبالماكسيلري بيكون في عندي هلا بالماكسيلري 5 كسب والمانديبولر 4 كسب صح؟ طيب بدي اخربشنا انا وياك كمان مره. هلا انت بتحكي انه بالماكسيلري 5 هم فعليا بيكونوا 4 ميجر والفيفث كسب الصغير هذا سميناه ايش؟ اوف كارابيلي صح. وين هذا؟ بالماكسيلري فيرست مولر صح؟ يس. طيب بالماكسيلري سكند مولر قلنا كم كسب عندنا؟ بالماكسيلري سكند مولر بيكونوا 4 كسب. 4 كسب صح. طيب هلا انا اللي موجود عندي شايفه زي انا لو بدي افكر زيك شايفه في عندي كم كسب؟ في عندي 1 2 3 4 5 عندي 5 كسب بس شكله 5 كسب مش زي يعني انا مش شايفه عندي كسب في كارابيلي صح ولا لا عبد العزيز؟ يعني بيكونوا الفايف عندي مين كسبس مش برافو عليك فايف باينين عندي مين كسبس بالضبط مش انذر فيفث كسب صغير وجاي على واحد على الميزولينجوال كسب. يس لينجوالي متذكر؟ يس مزبوط. تمام معناته انا عم بفكر باتجاه مش سليم صح؟ مزبوط. تمام معناته موست لايكلي عم بحكي عن مانديبولر. يس اوكي لانه زي ما حكينا انت لحالك ميزت قلت لي في عندي 5 ميجر كسبس بينما بالماكسيلري فيرست مولر عندي 5 كسبس بس عندي 4 ميجر والفيفث كسب بيكون على لينجوال افكت لينجوال كسب فما عندي هذا الشيء هون صح؟ يس. الشغله الثانيه انه انا ما عندي الاوبليك ريدج الواضح جدا يعني اوبليك كونكتنج ما بين الميزولينجوال والديستولينجوال كسب بالماكسيلري مولرز سوري ما بين الميزولينجوال والديستو باكال كسب يس بالماكسيلري مولرز عندي 2 ترانسفيرس ريدجز موجودين عندي هون وعندي هذا الترانسفيرس ريدج موجود عندي هون صح؟ يس اذا معناته موست لايكلي انا عم بحكي عن مانديبولر مولر يس مانديبولر مولر توث. طيب هلا النكست كويستشن بسال حالي از ذس وات فيرست اور سكند مولر تمام متذكر؟ يس هلا بالمانديبولر سكند مولر عندنا 4 مين كسب صح عندنا 4 كسب مضبوط ما عندنا 4 مين كسب لان 5 مين كسب احنا بنحكي هون عن الفيرست مانديبولر مولر مضبوط. سؤال وين الـ كيف مرتبين ال 5 كسب بتتذكر عبد العزيز حسب السايز تبعهم لا كيف يعني كيف مرتبين مين اللي بيكون كم كسب بكالي وكم كسب لينجولي متذكر ولا لا 3 بكالي و 2 لينجولي صح بيرفكت يا سو عندنا 3 بكالي و 2 لينجولي فمعناته هلا بهاي الطريقه انا عرفت انه هذا اي اسبيكت البكال اسبيكت وهذا عندي لينجوال اسبيكت طيب هلا بضل علي احدد ميزيال والديستال اسبيكت نعم يس بدي احددهم عبد العزيز هلا اي ثينك انه الكسب الجهه اللي عند الكسب ذا 5 فيفث كسب بكون الميزيالي فيفث كسب طيب انا هيك بدي اكون شريره شوي يعني هذا ممكن يكون فيفث كسب وهذا كمان ممكن يكون فيفث كسب وهذا لا كمان مو الترانسفيرسال طيب خلي ساعدني نسميهم معناته هذا اسمه ان كان لانه من البكال اسبكت وعلى الميزل سميناه الميزيو بكال مزبوط هيك اعطيتيني الميزل اسبكت انه على اليمين سو هذا هو الميزيو بكال ما هو هيك الفكره رح نعرف هذا الميزيو بكال وبعدين في عندنا مين هذا نسيت اسمه ديستو بكال ديستو بكال
لانه عندي ميزيوباكال وعندي ديستوباكال بضل في كسب صغير اللي هو اصغر واحد. هذا اسمه الديستال كسب. ديستال كسب. تمام. And this is the mesiolingual and this is the distolingual. فانا مجرد ما طلعت سريعا على السريع بدون ما احتاج افكر اي كاركترستكس ثانيه بطلع وين اصغر كسب بكل هذول. هذا الكسب. اذا هذا الديستال كسب. نعم. اذا هذا الديستال معناته هذا الديستال اسبيكت، هذا الميزيال اسبيكت. اوكي. معناته إذا بدي أحدد هذا التوث إيش هو؟ راح يكون left. راح يكون left مظبوط، لأنه لو بدي أقلبه لازم أحط الأناتوم في position، معناته هذا بدي أقلبه صح التوث عشان يكون البكل باتجاهي واللينجوال باتجاه اللينجوال صح؟ يس. لما نقلبه زي هيك بصفي الدستل من هاي الجهة وبصفي الميزل من هاي الجهة، فبدي أعمل الكوادرنت شكل الكوادرنت فبيطلع معي mandibular left first molar مظبوط. شكرا شكرا عبد العزيز. عفوا يعطيك العافيه دكتور. اهلا اهلا. طيب تمام. سو هيك بنكون طبعا هي الـ كيف التوث بينكتب بكل النوتيشن سيستمز اللي اخذناهم، وهي الجدول اللي حكيت لكم عنه اللي بقارن لنا الماندبولر فيرست مولر مع الماندبولر سكند مولر. طيب اي ثينك احنا هلا يعني وي ار دان. عندي بس اتاكد اذا في حدا عنده اي استفسار، اعطوني بس مجال ارجع اطلع شوف الشاشة. في حدا عنده اي استفسار؟ غدير انت احمد وغدير عندك سؤال؟ غدير you can unmute yourself. دكتورة ممكن نرجع للصورة الثانية؟ الصورة الثانية هذه الصورة مزبوط غدير؟ تمام. دكتورة بدي أسأل عن اللينك وفي الكسب، مش بالعادة بيكون لينجوال كسب لونجر ذان البكل؟ نعم. طيب الصورة هنا بلاقي العكس. صح 100% كلامك صح وأنا شايفة زيك. شو رأيك غدير؟ سوري غدير ولا مين؟ صرت ناسي الاسم. غدير. احكي لي صح 100% ملاحظتك وفي مكانها. شو رأيك؟ شو ممكن يكون؟ أكثر من سبب. رقم واحد إيش ممكن يكون؟ إنه losing of the function. يعني شو صار ممكن يكون عنا؟ ممكن يكون صار عنا بطريقة أكل الشخص هذا، شو صاير فيه عنا؟ ممكن بأكله، ممكن في opposing tooth، عم بيصير في عنا إيش؟ ممكن صاير في عندي tooth wear صح ولا لا؟ مظبوط. ممكن صح؟ هذه واحدة من الأشياء. شو ممكن كمان لما تصور السن كيف صور له؟ ما بعرف. يعني ممكن لما صور السن غدير شوي كان مايل السن ما كان ستريت. فهمتي علي؟ ممكن. يعني ممكن السن ما كان بالضبط ستريت فبين هدول أطول، فممكن شوي ميلونه باتجاه البكل، يعني السن مايل شوي باتجاه البكل، فلما تصور شو بين؟ بين أكثر كأنهم هدول شو مالهم؟ أقصر من هدول. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. تمام. تمام. Is that clear؟ yes. يا yeah, بس ملاحظتك في محلها مزبوطة. اوكي. تمام. اوكي. طيب احمد. احمد عطا ولا لا؟ you can unmute yourself احمد اذا في عندك سؤال. في عندك سؤال احمد؟ احمد. فينك احمد مش معنا. طيب هدى. You can unmute yourself. لازم تعملي unmute لنفسك هدى. هدى عندك سؤال؟ في حدا يا جماعة؟ تفضلي هدى. الصورة الأولى كيف ميزنا الرايت عن الليفت؟ الصورة الأولى كيف ميزنا الرايت عن الليفت؟ أنت شايفة معي الصورة صح؟ شايفها. تمام. هلا أول إشي انت مميزه انه هذا ماكسيلري فيرست مولر، ما عندنا خلاف على هذا الشيء. طيب تمام هدى. هلا اول شيء شو بتطلع؟ بتطلع انا وين اذا كان في عندي كسب اوف كارابيلي كثير بيساعدني. شايفيته الكسب اوف كارابيلي؟ على الميزيولينجوال اسبيكت. بالضبط. بما انه دائما على الميزيال اسبيكت معناته هذا هو الميزيال اسبيكت اوف ذا توث وهذا هو الديستال اسبيكت صح؟ طيب هذا هو البكال اسبيكت وهذا هو البالاتال او اللينجوال اسبيكت صح؟ صح. طيب حتى انا اقدر احدد السن بدي اقلب السن، يعني معنى اخر بدي احط البكل باتجاهي
رح يتغير الميزيال والديستال هون؟ رح يضل هذا ميزيال وهذا ديستال، بس تخيلي حالك هذا الصورة كأني نزلتها وصرت أشوف البكل بس لحالي، فاهمة علي؟ أنا حسيته جاي على اللفت. حسيته جاي على اللفت؟ لا، أنت ما تحاولي تطلعي عليه تتخيليه من تحت بتم المريض، لا أنت انسي هيك الطريقة، هاي صعبة وبتضيعي. أنت تخيلي معي تطلعي هيك، هو فوق على الماكسيلري. هو بالماكسيلري صحيح. هلأ طلعي معي، هذا الديستال، هذا الميزيال أسبكت وهذا الديستال أسبكت، أوكي؟ وهذا خليني أنا أرسم هيك جزء أحسن. لحظة شوي، استني لحظة شوي بالله. تمام، هلأ هنا هذا نحكي البكل، أوكي؟ وهذا اللينجوال، وهذا الميزيال، وهذا الديستال، تمام عزيزتي؟ هلأ شو المشكلة دائما بتصير مع الطلاب؟ هم بينسوا يزبطوا البكل يجي باتجاههم بكلي، واللينجوال يكون لينجوالي. هلأ هذا التوث بهاي الطريقة وهو من الأوكلوزال أسبكت، لو بدي أتفرج عليه من البكل، متابعة معي؟ يعني لو بدي أقلب السن مش حتى أطلع عليه بكلي، بدي أجي أخلي الأوكلوزال أسفل باتجاه رجلي، صح ولا لا؟ صح. طيب بصير البكل باتجاهي واللينجوال بصير بعيدة عني. طيب هل الميزيال والديستال رح يتغير محلهم؟ لا لا، معناته هون الميزيال هون الديستال. هلأ باجي برسم بعقلي خطين اللي هو الكوادرنت واتطلع، إذا حطيت التوث تبعي بهاي الطريقة، بتذكر إنه هذا الرايت كوادرنت لما أرسم وهذا الليفت كوادرنت، إذا حطيت الصورة بهاي الطريقة هل بيطلع الميزيال جاي على الميزيال على الكوادرنت والديستال رايح على الديستال على الكوادرنت؟ معناته إذن التوث تبعي most likely رح يكون الماكسيلري رايت فيرست مولر توث. تمام، شكراً. يعطيك هلا تمام، خلينا discard. تمام، طيب في سؤال تاني؟ في حدا بده يسأل غير هدى؟ أحمد شكلك اختفيت أو بطلت معنا. طيب على كل يا جماعة يعطيكم العافية، هيك بنكون خلصنا لليوم. بس بدي أوضح، أنا ما بسجل المحاضرات الريفيجن لأنه أنا بعتبرها هي advantage للي بيحضرها، واللي مش مهتم يحضرها يعني خلص هو اللي بيكون خسرها. عشان هيك أنا ما بحب أسجل هدول المحاضرات، المحاضرة الأصلية أو الريفيجن سوري، المحاضرة الأصلية موجودة للطلبة وبيقدروا يشوفوها وما يعني ما بتروح عليهم. هذه بعتبرها إكسترا سيشن، اللي مهتم بيحضر وبيكون موجود فيها وبيستفيد منها، وبالتالي بعتبرها أدفانتج للي يحضرها، فأنا ما بسجلها، أوكي؟ فسوري يا عمر، أنت طلبت مني أسجلها فبعتذر منك ومن الكل، ما بسجل هدول الريفيجنز لهذا السبب، أوكي؟ يلا يعطيكم العافية، بنشوفكم إن شاء الله.